تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين، ثاني يوم في الأسبوع. إن شاء الله كان يوم الأحد يوم جميل وبداية أسبوع جميلة، وأنا أؤمن أن لما نبتدي أسبوعنا ويومنا بطريقة إيجابية، أني أفكر أول ما أنشي الصبح أقول إن شاء الله بيكون هذا اليوم يوم جيد ويوم إيجابي إن شاء الله بفضل الله، ومن بعد طبعا توكل على الله يكون اليوم مثل ما احنا نحب. هذا برنامجكم اللي دائما يشجع على السعادة والإيجابية، برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة متميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أول شيء أرحب بالطاقة الموجود معاي في الإخراج أيمن سرحيل، صباحك ورد يا بنوح، ومعاي في التنسيق ميرا المري. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، بكون معاكم إن شاء الله على مدى تقريبا ساعة الهواء، نناقش في مواضيع اللي تهمكم، ناخذ آراءكم، اقتراحاتكم، ملاحظاتكم، شكاويكم، كل شيء تحسونه هو يتعلق بالقطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. وأنا دائما أكرر وأقول برنامج إذاعي مذيع يسولف لمدة ساعة الهواء يستوي ممل وما حد يبي يسمعه، لكن المداخلات هي تثري البرنامج. دائما نحب نسمع من الطرفين، نسمع من المذيع ونسمع من المستمعين. فنذكركم أرقام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما تعودنا دائما في البداية نشوف ماذا يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي، عشان شي تكون معنا إن شاء الله أسمى الجناح تقول لنا ما هو الجديد في وسائل التواصل. يا أسمى وصباحك ورد. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليك وعلى كل المستمعين، وأيضا أحب أهني الشعب السعودي ومستمعينا من السعودية باليوم الوطني السعودي. ناخذ جولة من الأشياء اللي كنا نسويها في أو حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي. تم يوم أمس كان في بدأت هيئة الصحة سلسلة من جلسات حديث الصحة، وهي بتكون منصة تفاعلية لمناقشة المستجدات العالمية واستشراف المستقبل في القطاع الصحي، فهي بتكون أكثر من جلسة وكل مرة مع متحدث. المتحدث الأول اللي صدفناه في هيئة الصحة كان سعادة خلفان بالهول، مدير التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل. أيضا نتمنى الكل يروح ويشوف الفيديو اللي حطيناه بمناسبة اليوم الوطني السعودي من طاقمنا السعوديين، نفتخر فيهم، وفي فيديو جميل تم وضعه في قنواتنا الاجتماعية. أيضا اليوم نتكلم إن شاء الله عن نقل مباشر في على حسابات هيئة الصحة وبرق الإمارات، نتكلم فيها عن مرض الزهايمر. اللي عنده مثلا شخص مرض زهايمر كيف يعتني فيه، شو التغذية المناسبة له، يتابعنا اليوم في قنوات في قنواتنا على الانستغرام والبريسكوب. ممتاز. ونختمها بالرسالة الصباحية، ستجد سرعة الأداء عندما تعمل ضمن فريق عمل متمكن. أما جودة الأداء ستجدها عندما تعمل مع هذا الفريق بروح الفريق الواحد. ودمتم بصحة وسعادة دكتور. وانتي بصحة وسعادة يا أسمى، فعلا والله كلمات ذهبية. وأسمى لما ذكرت أن تهني الشعب السعودي أنا والله حاطة، والأيمن قال أول ما نطلع الهواء دكتورة لا تنسين تهنين، ما عليه تأخرنا شوي بس مو مشكلة، أذكرك يا أسمى الله ذكرت إن شاء الله بالشهادة أن نهني الشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89، ونتمنى لكم إن شاء الله أعوام مديدة تحتفلون بحب وبسعادة وبأمن وأمان، ويحفظ إن شاء الله الخليج كله بأمن وأمان إن شاء الله. وهذا شعار يوم الوطني السعودي 89، معا أبدا، وإن شاء الله دائما نكون على قلب واحد مثل ما تعودنا دائما، ونكون دائما يدا بيد. من وسائل التواصل الاجتماعي راح ننتقل إلى الفقرة التغذوية. راح نتكلم عن موضوع جدا مهم وهمني أنا شخصيا، تغذية طلاب المدارس. معنا عن طريق الهاتف أخصائية التغذية سامية خالد، بتكلمنا عن تغذية طلاب المدارس. يا صباح الورد يا سامية.
يا صباح الياسمين، صباحكم صحي وسعيد جميع المتابعين وجميع المستمعين. شكرا لك. خبرينا يا سامي، شو نصايحك لتغذية طلاب المدارس؟ طبعا هذا الموضوع جدا مهم. طبيعي العديد من الطلاب للأسف بيروحوا المدرسة بسبب قلة الوقت اللي تترك الأم بين تحضير الطالب للمدرسة، فبتهمل وجبة الإفطار. تعرف الأطفال بحاجة إلى تغذية مهمة جدا في مرحلة الطفولة، وذلك لأنه الغذاء الصحي بمد الجسم بالبروتين والكالسيوم والطاقة والفيتامينات وبعض الأملاح المهمة لإتمام عملية النمو من غير ما يحصل عنا أي نقص لا قدر الله في أي من هاي العناصر الغذائية. وأيضا هاي الفترة بتميز فيها الطلاب بالنشاط الزائد في حركة طبعا، فهنا لازم التركيز أكثر يكون ومضاعف على هذه العناصر الغذائية سواء من حيث الكمية أو حيث النوعية، يعني الكمية نفسها لازم تكون أكثر ونوعية أكثر، يعني نركز على عدد أكبر من العناصر الغذائية من ضمنها الطاقة أو السعرات الحرارية، البروتين، الحديد، الكالسيوم وبعض الفيتامينات المهمة وللأسف كمان بنتناساها، فيتامين سي أو فيتامين جيم أو فيتامين ألف. هذه العناصر للأسف أي نقص فيها يؤدي إلى التأثير على نمو الطفل وعلى تركيزه وقد يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة. فبنتكلم عن الإرشادات الغذائية عادة في مرحلة الطفولة وفي مرحلة المدرسة، طبعا كأرقام تبدأ احتياجات الأطفال بالازدياد تدريجيا من حيث السعرات الحرارية. أخصائية التغذية بتكون قادرة على حصر كمية السعرات الحرارية للطفل وبالتالي تقسيمها على مدار اليوم. الذكور بتختلف عن الإناث، أكيد في الذكور بنحتاج إلى سعرات حرارية أكثر، يعني بالأطفال الأولاد كمية السعرات الحرارية والمغذيات لازم تكون أكبر من الإناث. نعم. أيضا كمية البروتين لازم تكون أكثر وهناك حسابات محددة يجب حسابها عن طريق أخصائية التغذية. ويفضل أيضا أنه نقلل من نسبة الدهون، يعني ياريت الأمهات ما يركزوا. أنا كثير صراحة زرنا كثير من المدارس وفتحنا اللانش بوكس تبع الأطفال، للأسف تفاجأنا سمبوسة والمقالي سمبوسة في اللانش بوكس؟ بالضبط سمبوسة للأسف، كبة مقلية حصلنا في بعض الأطفال، حصلنا معجنات. هذه الأشياء للأسف تفتقر إلى المغذيات، ما فيها مغذيات، هي عبارة عن دهون وسعرات حرارية فقط. يجب أنه ننتبه على هاي الأمور، نقلل من نسبة الدهون والذات الدهون الغير صحية خلينا نقول. صحيح صحيح. نركز على الأطعمة اللي فيها كالسيوم، يعني دائما لازم كوب الحليب ياريت يكون حاضر في اللانش بوكس، وياريت كمان إذا الطفل ما بيحب الحليب الخالي ممكن في حليب منكه، في حليب بالفواكه احنا صحيح. ما عندنا أي مشكلة، فياريت الحليب يكون حاضر. صحيح. ثالثا يجب أن نركز على السوائل، يعني كمان قارورة المي أو غرشة المي جدا جدا مهمة تكون في اللانش بوكس، ياريت كمان هاي الأشياء ما ننساها. احتياج الطفل من السوائل عالي جدا. صحيح. على الأقل في المدرسة وهي فترة لا تقل عن 7 ساعات على الأقل يجب أنه يشرب 500 مل يوميا. ضروري 500 ملي، يعني غرشة الماي الصغيرة هذه الصغيرة. بالضبط. نعم. غرشة الماي الصغيرة. كمان من الأمور المهمة في تغذية الطلاب بالمدارس إنه الألياف، الألياف هي عبارة عن مواد غذائية تسبب الحماية من العديد من الأمراض. بنحصلها الألياف في الخضار وفي الفواكه. بنبسط كثير لو الأم حطت مثلا شرائح خس، لو حطت تفاحة لطفلها، لو حطت كيوي، لو حطت مثلا نسبة من المكسرات، يا سلام، يعني تعطيه طاقة عالية جدا وتعطيه نسبة من الألياف مهمة جدا لحركة الجهاز الهضمي ولحركة الأمعاء. ممتاز. يجب كمان أنه نركز على الأطعمة مثل ما تكلمت الغنية بفيتامين سي. الأطفال بحاجة للتركيز وبحاجة أنه ما يصابوا بالعدوى، تعرفي لأنه جو المدرسة فيه العديد من الطلاب والاختلاط ويكون هم أكثر عرضة للعدوى. إحنا بالنهاية لازم نرفع مناعتهم عن طريق الأطعمة وعن طريق الأكل. على قائمتهم فيتامين سي وهو الحمد لله متوفر بكثرة. صحيح. في الخضار في الفواكه، يعني مثلا لو حبة برتقال في اللانش بوكس، لو حبة فلفل بارد في اللانش بوكس، أو حبة خيار أو حبة طماطم، أنت تعطيه احتياجه كامل من فيتامين سي أفضل من أني أنا أعطيه تشيبس أو بطاطا مقلية أو مشروبات غازية أو حلويات. صحيح. فهذه هي وجبة الإفطار والمحتويات اللي لازم أن تكون في وجبة الإفطار بالنسبة للطفل في
أوقات المدرسة. ممتاز أستاذ سامي. يمكن حد دائما نتكلم عن شو لازم نحط، بس يمكن ما نغطي دائما كيف ممكن نحافظ على سلامة الغذاء لما يروح المدرسة، خصوصا أطفالنا مثلا يقعدون فترة طويلة، فمثلا مثلا ما طرش معه مثلا ساندويتش مثلا يكون فيه ديك رومي داخله، لحم الديك الرومي اللي هو الخالي من الدهون، يكون داخل الجبن، كيف نحافظ عليه عشان ما يتعرض على الطفل للسموم الغذائي من وراء الحقيبة الغذائية؟ صحيح، اولا لازم ننبه على الطفل انه ياخذ وجبه الفطور في وقتها، يعني ضروري جدا انه يكون في وقتها. ثانيا التغليف جدا مهم، يعني دائما اختار التغليف المناسب واللي بحافظ على يعني بحافظ على جوده الغذاء اطول قيمه ممكنه. ثانيا اني احاول تقريبا ما انقصقص الفواكه، يعني صراحه الفواكه تفسد بسرعه. صح. وبالتالي ممكن انه تسبب له لا قدر الله بعدوى او بمرض محدد. الفواكه اخليها مغلفه واخليها مش مقصصه، يعني او لو قصصتها احطها داخل وعاء بلاستيك مغطى محكم الاغلاق. ابتعد عن اللبنه او الاشياء اللي صراحه سريعه الفساد، يعني مثلا ديك الرومي يتم يعني تقريبا مثلا 8 ساعات في المدرسه ما يفسد، لكن اللبنه الجبنه هالاشياء تفسد سريعا. فالطفل ننبه عليه ان هاي الاشياء ياكلها قدر الامكان أول ما يبدأ البريك الأول أو في الفسحة الأولى من المدرسة، ويكون التغليف جدا ممتاز. لو حطيت مثلا في اللانش بوكس قطع من الـ من من الـ أو خلينا نقول في أكياس من الثلج يكون عظيم جدا، وفي يعني قوالب ثلج تفرز وتحط موجودة. نعم. بالضبط، موجودة ومتوفرة، وبالتالي كمان ممكن تحفظ لنا إياها لوقت أطول. ممتاز ممتاز. شكرا لك أستاذة سامية خالد هذه المداخلة بخصوص تغذية طلاب المدارس. نهارك سعيد، حياكم الله ويسعد صباحكم. شكرا لك. مثل ما تفضلت أستاذة سامية، أنا أدري موضوع الحقيبة الغذائية للطفل أو اللانش بوكس أو تغذية طلاب المدارس بشكل عام موضوع ساخن ويهم وايد من الأمهات، وايد من الأمهات لاقي فيه صعوبة لأن طبعا طول الدوام الدراسي تبين تحرصين، ومثل ما يقول يعني ما يكون تحت عيننا خلال المدرسة، فما نعرف وشو يأكل وشو يستهلك. لكن أنا دائما أؤمن أن لازم نوصل مرحلة في النص بيننا وبين الطفل، يعني أنا أدري إحنا كنا ودنا نطرش حلعانة سندويتشات تكون ديك رومي يكون ما في دهن وعليه جبن، ونطرش أكل صحي وخيار وهالأشياء، واحتمال نلاقي إن عيالي يردون الأكل نفس ما هو ما كلوا منه شيء ويروحون يخربطون من عند ربعهم، يعني يأكلون من الأشياء الثانية موجودة مع ربعهم. فمهم جدا هذا الحوار، أنت شو تحب تأكل، أنت شو يجذبك في اللانش بوكس أو حقيبة الغذائية أو حقيبة الغذاء مال أربيعك، أو شو حصلت مثلا في مقصف المدرسة لفت انتباهك. لازم نوصل منطقة وسط، والطفل ترى يحب نظام المقايضات أو نظام شو رأيك أنت بتاكل هذا الأكل لأنه صحي، في المقابل أنا بعطيك كيس صغير مثلا مكسرات أو كيس صغير من الشيبس اللي تحبه، وما تطرشي معاه الشيس كامل، لا فضيه في الأكياس البلاستيك الصغيرة. فسووا مقايضة بينكم وبين الطفل، ترى لازم الطفل في النهاية يأكل، يعني إحنا مهم عندنا إنه يحصل على التغذية، ما إلا سمح الله فقر دم والسبة إنه هو طول الوقت في المدرسة ما يأكل أكل صحي عن طرش له، وقاعد يأكل شيبس وخرابيط من عند الأولاد الثانيين اللي أهلهم عادي طرشون الأشياء في المدرسة، فما يحصل على التغذية الكافية وهم يقعدون في المدرسة لفترة طويلة. فدائما دائما تحدثوا مع عيالكم بخصوص ماذا يحبون أن يتناولوا. الحين رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل رح يكون عندنا موضوع جميل عن تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الأمراض النفسية، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. ننتقل الحين إلى موضوعنا الثاني في الحلقة، وأرد أقول لكم تواصلوا معنا في البرنامج عشان نثري البرنامج وعشان تطرحونا، يعني تعطونا أفكار اقتراحات، تطرحون مواضيع ترى ممكن إحنا ما يجي على بالنا إحنا نطرحها أو ممكن طرحناها سابقا ولكن نحتاج لنعيد نذكركم فيها. أحد المواضيع المهمة هي موضوع الصحة النفسية. طبعا الصحة النفسية جزء أساسي لا يتجزأ من الصحة العامة للفرد، ولذا فإن دستور منظمة الصحة العالمية ينص على أن الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، وليس مجرد انعدام المرض أو العجز، ويمكن اعتبار تعزيز الصحة النفسية وحمايتها واستعادتها شاغلا حيويا الأفراد والجماعات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
بنتكلم عن موضوع الصحة النفسية، كيف نعززها وكيف نقي نفسنا من الإصابة بالأمراض النفسية. يسرنا يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الدكتورة منى عبد اللطيف، أخصائي أول صحة عامة بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتورة منى. صباح النور، شكرا للإذاعة وشكرا للمستمعينكم. حياك الله. تفضلي دكتورة، خبرينا أول شيء شو مفهوم الصحة النفسية وشو هو، ما هي خدمة تعزيز الصحة النفسية؟ مثل ما تفضلتي أن الصحة كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي ليس حالة من انعدام المرض، لكنها حالة من العافية، يعني المتكاملة، حالة من العافية في البدن، في النفس، حالة من العافية في العلاقات الاجتماعية، وليس مجرد كلوم الأمراض. نحن نقدر نشوف أن الصحة النفسية موجودة في تعريف الصحة بشكل عام. فما هي الصحة النفسية؟ أيضا منظمة الصحة العالمية عرفت الصحة النفسية على أنها حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد والإسهام في المجتمع المحلي. نحن نعرف أنه يعني كلنا نمر بتوترات في الحياة، كل حد، كل إنسان عرف لفترة في فترات حياته أنه يمر بمرض مثلا جسديا، ممكن أنه يستوي في مثلا ممكن يدجم، ممكن مثلا يجيس أمراض القلب، مثلا ممكن يجيس سكري، ممكن يجيس ضغط دم. وكذلك الصحة النفسية، الصحة النفسية ليست ثابتة، الصحة البدنية ليست ثابتة، ونفس الشيء الصحة النفسية ليست ثابتة. الصحة النفسية تمر بمراحل مختلفة، تتقلب في اليوم الواحد، تتقلب في على مدى زمن أكبر. أنا اليوم نشيت الحمد لله مثلا أحس أني راضية وسعيدة ومرتاحة، بعد شوي وأنا أسوق بالسوالي مثلا لا قدر الله حادث بتوتر، بعصب، بخاف. فالحالة الحالة النفسية متغيرة في اليوم الواحد وعلى مدار أكثر، ولكن كيف نتعاطى مع الحالة النفسية؟ نحن يجب أن نتقبل أن الحالة النفسية متغيرة باستمرار، في حزن بس في فرح، في جزع بس في بعد صبر، صحيح في سخط بس في بعد أيضا رضا. نحاول على قد ما نقدر أن نفهم هالتقلبات ونفهم كيف ممكن نتعاطى معها. مثل ما نحن نحافظ على جسدنا باتباع سلوكيات صحية، مثل يعني علشان نقي نفسنا من أمراض القلب والشرايين مثلا، يقولوا لنا الدكاترة حافظوا على وزنكم، وزن يعني مناسب، كلوا بعادات صحية، لا تأكلون وايد سكريات، لا تأكلون وايد دهون، يقولون لنا لعبوا رياضة، لا تدخنون، لا تستهلكون كحوليات، هذا كله للحفاظ على أمراض على جهاز القلب والشرايين. صحيح؟ صحيح. مثل هذه السلوكيات الصحية، في سلوكيات صحية للصحة النفسية، ومن حسن الحظ أنهم متشاركين، يعني مش شيء وايد مختلف. مثلا أنا ممارسة الرياضة البدنية، الرياضة البدنية ليست مفيدة فقط للجسد، أيضا مفيدة للصحة النفسية. أفضل وصفة، وصفة مجانية للتعاطي مع مشاكل الصحة النفسية هي الرياضة البدنية. مش كلنا نعرف الرياضة البدنية كيف نمارسها، 20 دقيقة في اليوم لمدة 5 أيام في الأسبوع، نمشي مشي سريع مثلا إذا جنة النفس يكون شوية أصعب، هذا كفاية. نحن ما نقول كل حد لازم يعني يبذل مجهود خارق ويكون جسده رياضي، مظهر الطلب يعني. صحيح صحيح. كلام بسيط، ممارسات بسيطة كل حد يقدر يسويها. أيضا الأطباء يقولون نبتعد عن مثلا التدخين وعن الكحوليات عشان نحافظ على صحة القلب والشرايين، صحيح؟ نفسه بالضبط، حق الصحة النفسية اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن المواد التي تؤثر على الإدراك العقلي، الابتعاد عن المخدرات، الابتعاد عن الكحوليات. ناس تعافون يواجهون أزمة في حياتهم، اللي أي حد منا معرض أن يواجه أزمة في حياته، سواء لا قدر الله فقد شخص عزيز في الوطن، أو لا قدر الله فقد وظيفة، أو
تعرض لأزمة صحية، ناس يجيهم سرطان مثلا. نعم. الله يسعد الشارح من جميع. في ناس يأخذون ردة فعل ويلجؤون للكحوليات للتخفيف من الألم النفسي اللي هم يحسون به، صحيح، لكن هم يقعون في دائرة أسوأ من اللي بدوها. بمعنى إذا الواحد شرب الكحول الآن يمكن يحس أنه ينسى المشكلة ويتشتت ذهنه عن المشكلة، لكن عقب كم من ساعة، عقب ما يختفي هذا الأثر، تسوي تفاعلات الكحول داخل الكبد وتفرز مواد تزيد الاكتئاب. نعم. فالهروب إلى المخدرات والكحول ليس هو الحل، بالعكس الابتعاد عنها وايد أحسن حق صحتنا النفسية وصحتنا البدنية. صحيح. أيضا يعني واحد من الأمور المهمة حق الصحة النفسية هي عدم كبت المشاعر. إني أنا أتجنب إني أدخل في حوار صريح عشان أعالج مشاكلي، هذا لا بيحل المشكلة، وبتتم المشكلة مستمرة، وبيتم الألم اللي أنا أحس به والاضطراب والقلق والحزن بيتم معه، وبالعكس ممكن يتضاعف. فمن الأفضل البحث عن علاقات اجتماعية صحية والتواصل معهم عشان يعني نعبر عن أنفسنا ونعبر عن مشاعرنا ونتحدث عن المشاكل وعن المشاعر وعن الحزن وعن القلق، الشيء الموجود داخلنا، ويا شخص نثق فيه، منهم هالأشخاص اللي ممكن نثق فيهم. مش رأيك انت؟ أكيد. يعني مثلا ممكن نحن نثق في والدينا، ممكن نثق في أزواجنا، صحيح، ممكن نثق في أصدقائنا، ممكن نثق في المعالج النفسي. إذا صحيح. أنا ما عندي أي حد أنا قادرة أكلمه وأفصل له، ممكن أطلب مساعدة من المعالج النفسي اللي هم أخصائي علم النفس، الإنجليزي نسميهم سايكولوجيست. ممكن نطلب منهم أن نصير نتكلم وياهم، والأخصائي الاجتماعيين هم يحاولون يفككون لنا المشكلة معانا، طريق نتكلم وياهم، يحاولون يفهموا يوصلوننا، هم ما يعطونا حلول، هم صحيح. يحاولون يفهمونا كيف نحس وما هي أفضل الحلول التي نحن نشوف أنها ممكن أن توصلنا لحال أفضل بإذن الله. عليه التواصل الاجتماعي وايد مهم للتخفيف عن الضغط النفسي. بالضبط. دكتورة منى، تحسين الحين الناس صار عندها تقبل أكثر لموضوع أنهم يروحون لطبيب نفسي أو أخصائي نفسي عشان يناقشون مشاكلهم؟ لأن مثل ما نعرف قبل كان الواحد يخاف يسير، يقول لا شو يقول يعني مينون، أو يعني يخافوا من هذه الوصمة. فتحسين الناس الحين صارت مرتاحة أكثر أنها تزور الطبيب النفسي وتأخذ استشارته؟ أنا أشكرك علشان فتحتي هالموضوع، لأن أنا بالفعل كنت أبغى أتكلم عن هالسالفة بعد. يعني للأسف بعض المجتمعات عالميا، ها مو شيء يعني خاص فينا، نحن جزء من المجتمع الإقليمي وجزء من المجتمع العالمي، هو للعالم كله وفي الإقليم نفسه وفي الثقافة المحلية والثقافة الإقليمية في شيء نسميه الوصمة. نعم. الإنجليزي نسميه ستيغما. نعم. فالمرض النفسي للأسف حول العالم يعني يصور المريض النفسي يوضع في قالب سلبي. صح. يقوم المجتمع يؤثر المصاب بالمرض النفسي أو بالاضطرابات النفسية بأنه شخصية ضعيفة، هو لأنه ما كان قوي سوى في شيء، ترى كلنا نتعرض للأزمات، إيش معناه هو الاكتئاب، إيش معناه يفكر بالانتحار، أو يقول أن هذين ناس خطيرين، أنا ما برابع هالإنسان عنده اضطراب نفسي، أنا أخاف هنا، أخاف يضربني، أخاف يسيء لي، أخاف ينازعني. أو مثلا نقول هذين ناس غير مسؤولين، بدل ما يتحملون مسؤوليتهم في الحياة ياسين داخل البيت لا يشتغلون وكأنهم عجزة. هذه كلها صور سلبية مؤطرة عن المصاب بالاضطرابات النفسية. فيوم المصاب بالاضطرابات النفسية يشوف الناس ينظرون لبها النظرة، المجتمع ينظر لبها النظرة، يخاف إنه يفصح، فيقوم هو يعاني من هذه النظرة، من محبيه، من المجتمع، من صاحب العمل، من زملاء العمل، من اليران، من الجيران. فيقوم يسكت، يفرض على نفسه عزلة اجتماعية،
يخاف يطلب المساعدة الطبية. نحن نقول نوجه المجتمع أنه لا يضع المصاب بالاضطراب النفسي في هذا القالب السلبي. المرض النفسي مثل المرض الجسدي. صحيح. مو بعيب ان فيني سكر، مو بغلطتي اني انا فيني سكري، مو بضعف شخصيه فيني اني انا فيني سكري. واذا فيني سكري انا بصير بطلب مساعده طبيه وبطلب علاج. مو بغلطتي اني فيني اكتئاب. بالضبط. صحيح. انا ما جبت الاكتئاب حق عمري. لا، وأنا بصير بطلب مساعدة إذا كان عندي اكتئاب من المركز الصحي، من الطبيب، من الأطباء، علشان يساعدوني أطلع من هالمشكلة. فنحن لازم نشجع المجتمع ونشجع الناس اللي نشوفهم حولنا اللي قد يكونون يعانون من المرض النفسي إنه لا يحسون بالخجل أو العار ويطلبون المساعدة من الجهات الصحية ويتحدثون هي الناس الذين يثقون بهم من أهلهم، من أصدقائهم، أو حتى حد من أصدقاء العمل عشان يقدرون، أو المعالج النفسي أو طبيب الأسرة. فنحن حين إذا فيني مرض سكري ولا فيني مرض ضغط الدم، بصير المركز الصحي وتشوفني الدكتورة والدكتورة ويفحصوني ويعطوني دواء. نعم. أنا إذا حس إن عندي مشكلة، عندي حزن شديد، عندي رغبة شديدة في البكاء طوال الوقت، نعم، مو قادرة أركز في الشغل، عندي تشتت في الذهن، عندي تغير في عاداتي الغذائية، مو قادرة، عندي فقدان شهية مثلا، عندي مو قادرة أسير الشغل، عندي تباطؤ في الشغل، أتنرفز، يعني الأشياء العادية تخليني وايد أعصب وتنرفز. إذا أنا لاحظت على نفسي تغيرات في الأفكار والمشاعر والسلوكيات، أقدر أسير المركز الصحي عند طبيب الأسرة، الطبيب اللي يعالجني من الأمراض الأخرى، اللي يعطيني تطعيم، اللي دوم يشوفه حق كل شيء، أقدر أشوفه حق هالأمور أيضا. صحيح. إذا ترى أنا أحس بهالشيء، أحس إني تعبان، أحس إن أنا مو قادر أتأقلم، صار كذا، الطبيب بيعرف إذا هالموضوع مؤقت وممكن بس محتاجين شوية دعم نفسي، ولا الموضوع محتاج إن نحوله عند الطب النفسي، عند طبيب الأمراض والاضطرابات النفسية، طبيب الأسرة يعرف. ممتاز. أنا أنصح أي حد يحس إنه محتاج مساعدة، كلموا أهلكم، كلموا أصدقائكم، وكلموا طبيبكم. ممتاز. يعرف كيف ممكن يساعدكم. ممتاز. شكرا لك دكتورة منى عبد اللطيف، اخصائي اول صحه عام بهيئه الصحه بدبي. ما شاء الله مداخله، يعني جاوبتي على كل الاسئله قبل ما انا اطرحها، وكان طرحك جدا جميل، وان شاء الله يكونوا مستمعين استفادوا. واللي يسالون كيف ممكن اتواصل مع الدكتوره، هي ذكرت ان لو عندك اي عرض تتوجه لعيادات طب الاسره، تكلم طبيب الاسره هناك، هو يقيم الحاله، واذا حس ان انت محتاج تشوف اخصائي نفسي فهو يقوم بتحويلك للاختصاص. شكرا لك دكتورة منى، هذه مداخلة، ونهارك سعيد. شكرا. احنا حنطلع ان شاء الله فاصل الحين، وبعد الفاصل راح يكون معانا موضوع جميل عن راح نستعرض فيه دراسات عالمية بمؤتمر جراحات السمنة في مدريد. راح يكون معنا دكتور علي خماس المعروف، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى راشد، فترايونا ان شاء الله بعد الفاصل. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. المستمع أو المستمع اللي طرشون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحتي ممكن رقم الدكتورة منى للضرورة؟ سامحونا احنا ما نعطي أرقام الأطباء، ممكن تتواصلون معاها، تروحون مستشفى راشد وتقابلونها هناك، هي موجودة في مستشفى راشد. راح نتحدث الآن عن موضوع مهم، وهو موضوع الدراسات العالمية اللي استعرضتها هيئة الصحة بدبي بمؤتمر جراحات السمنة في مدريد. خلال المشاركة الأخيرة لهيئة الصحة في المؤتمر العالمي 24 لجراحات السمنة، استعرضوا فيها عدد من الدراسات الطبية التي قدمها النخبة من أطباء الهيئة برئاسة الدكتور علي خماس، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى راشد. بنتعرف على مشاركة الهيئة في هالمؤتمر، شو الدراسات اللي استعرضوها في هذا المؤتمر
يسعدنا يكون معنا في الاستوديو الدكتور علي خماس، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى راشد. يا صباح الورد دكتور علي، نورتنا في الاستوديو. حياك الله اختي، حياك الله. الله يحييك. تعطينا اول شيء نبذة، شو هذا المؤتمر وشو اهميته بالنسبة لاطباء جراحات السمنة؟ هذا المؤتمر 24 للمنظمة العالمية لجراحة السمنة. المؤتمر 23 كان عندنا في دبي العام الماضي. ممتاز. كل سنة ينتقل من مدينة لمدينة، فالسنة هذه كان في أسبانيا، الحضور كان 3100 مشارك من جميع أنحاء العالم. طبعا هذا المؤتمر يحضر عدد كبير من الأطباء بسبب أن كل جديد يكون فيه. إحنا عندنا مؤتمرين كبار سنويا، عندنا المؤتمر الرابطة الأمريكية وعندنا مؤتمر الرابطة العالمية. مؤتمر الرابطة الأمريكية طبعا دائما يكون في أمريكا، ففي صعوبة يعني مو كل الناس تقدر يعني أو تحب تعبر المحيطات عشان توصل أمريكا والسفر 14 ساعة. أما المؤتمر العالمي فينتقل من مدينة لمدينة. حضورنا طبعا إحنا مش أول مرة نشارك بأوراق بحثية، أول مرة شاركنا أوراق بحثية في المؤتمر العالمي كان في فيينا في 2015، وبعدين شاركنا كذلك في ريو في البرازيل، وبعدين شاركنا في لندن في 2017. في 2018 كان عندنا نصيب الأسد بالنسبة لمشاركات دولة الإمارات. أنا ونتكلم الحين مش عنها، أنا أتكلم عن مستشفى راشد. مستشفى راشد الإمارات قدمت 40 بحث في المؤتمر اللي كان في دبي. مستشفى راشد كان مقدم 17 ما شاء الله، ممتاز. من الأربعين ممتاز. فنحن بدينا من وقت بالدراسات، بدينا تقريبا في 2013 أول مرة صدرنا دراسة عن جراحات السمنة في مستشفى راشد. ممتاز. تكلمنا دكتور عن شو اللي استعرضتوا، شو الدراسات اللي عرضت في هذا المؤتمر، سواء انتوا اللي قدمتوها نركز عليها اول شيء، او ممكن في دراسه قدمت من جهه اخرى ولفت انتباهك ايضا. نحن لان قدمنا 14 دراسه فكان لابد من حضورنا نحن ك مشاركين في المؤتمر من مستشفى راشد، لازم نحضر لبعض. صحيح. انزين. فبالتالي جزء كبير من المؤتمر اخترنا يعني طوعا ان احنا ما نحضر، لان نبي نشوف انطباع الناس، وبعدين اللي قدم الدراسات اخصائيين استشاريين. عندنا ثلاثة من اللي قدموا استشارات ريزيدنتس اللي هم متدربين في برنامج الإقامة في الجراحة العامة. فطبعا بعض الأوقات لما الريزيدنت يسألون سؤال صعب لازم يكون الاستشاري أو الأخصائي موجود، لأنهم مش تخصصهم جراحة السمنة، فبالتالي لازم يرد على الاستفسارات. صحيح. عشان كذا نحن أغلب حضورنا يعني حضرنا الأشياء اللي حسينا أن فيها أهمية، وبس أكثر شيء كنا مركزين على محاضراتنا إحنا نفسنا. ممتاز. خبرنا شو بعض الدراسات اللي قدمتوها هناك. نحن قدمنا دراسات كثيرة. نحن لنا تقريبا 14 ورقة بحثية. نركز على الدراسة اللي قدمتوها عن تأثير على مرض السكر. أيوة، نحن عملنا دراسة عن تأثير نحن مش أول مرة ندرس مرض السكر وتأثير عمليات السمنة عليه. نعم. ونحن عندنا دراسات سابقة تقول أن 80% من مرضى السكر يستفيدون من عملية تحويل المسار المصغر. المرة هذه نحن درسنا السكر بطريقة ثانية. دكتور عمر المرزوقي حقيقة هو صاحب الفكرة، فكرة الدراسة بهذه الطريقة، لأن طلعت دراسة أمريكية تنظر إلى السكر بالسيفيريتي سكور، يعني الشدة، الشدة مرض السكر. نعم. وتقيس شدة مرض السكر، لأن واحد عنده مرض السكر من سنتين يأخذ دايت أو حبة في اليوم، غير عن واحد عنده مرض السكر من 20 سنة ويأخذ إنسولين وإبروتشي. أيوة. وإحنا طبعا نتكلم عن السكر الدرجة الثانية. نعم، النوع الثاني. أيوة. ففي سيفيريتي سكور طلعت عليه دراسة جميلة. ممتاز. يقارن ما بين تحويل المسار العادي وقص المعدة. فدكتور عمر المرزوقي قال ليش ما نقارن تحويل المسار المصغر وقص المعدة على البوبوليشن مال الإمارات، لأن ما نقدر نحن نقول لأن في الأمريكان
كان تأثيره كذا، أنه أكيد راح يكون في العرب تأثيره بهاي الطريقة. فعملنا هاي الدراسة وبالفعل تبين لنا أنه في إذا أجريت عمليات لمرضى السكر من درجة الشدة القليلة اللي شدتها قليلة، تأثير قص المعدة وتحويل المسار المصغر تقريبا متساوي. متساوي، أوكي. إذا أجريت هاي العملية على الناس اللي عندهم شدة متوسطة، تأثير عملية تحويل المسار المصغر أكثر بكثير من تأثير قص المعدة. قص المعدة. لما إني للأشد الأنواع، أشد الأنواع معناته السكر غير منضبط، يستخدم أكثر عن 3 أدوية في اليوم، السكر صار عنده أكثر من 8 سنوات، يعني في عوامل. فهذيلة وجدنا إنه العمليتين مش ونفس الدراسة اللي في عمل، إن العمليتين ما لهم تأثير قوي. بس احنا وجدنا انه بعد عملية تحويل المسار المصغر صح انه ما وصلت المرضى للشفاء، بس 60% تحسن اللي شفوا، وبس 20%، بينما في الدرجة المتوسطة فوق 60% شفوا، بس الدرجة الشديدة هذه الشفاء كان 20% بس في تحسين، بس التحسن عند 60% وهذا شيء يختلف عن تحويل المسار العادي اللي توصلت للدراسة الأمريكية. هذا بالنسبة للدراسة عن مرض السكر. ممتاز. طبعا جراحات السمنة واحدة من أكثر المواضيع شيوعا، والناس دائما تسأل عنها، والناس كلها تبغى كلها عبالها ان جراحات السمنة هي العلاج السحري، انها اسوي انا عقب اسوي رشيقة وزنبتيكة وخلاص واعيش حياتي عادي واكل ابا. خبرنا ما هو إيش كثر جراحات السمنة فعلا تسهم في إنقاص الوزن، وهل فعلا هالنتائج الساحرة والباهرة نسمعها حقيقة في جراحات السمنة؟ مقارنة بالطرق الأخرى لإنقاص الوزن طبعا هي نتائجها ساحرة وباهرة، بس الوصول إلى أن بني آدم عنده فرط في الوزن أو سمنة مرضية مفرطة بمعدلات كتلة جسم فوق 40 و45، أن هذا الشخص أو هاي الشخصة تعتقد أنها راح تصير موديل، وايد صعب. ليش؟ وايد صعب لأنه عمليات السمنة تنزل نسبة من الوزن الزائد. نعم. يعني شو قصدي؟ لو فرضنا أنه شخص ما عنده وزن زائد 30 كيلو، فإن عملية تحويل المسار المصغر تشيل 80%، يعني 20% راح تتم. عملية قص المعدة تنزل تقريبا 65% من الوزن الزائد. الزائد. يعني 35% من الوزن الزائد راح يتم، أو 30% من الوزن الزائد بعد عمليات قص المعدة. طبعا راح يمكن حد يتصل او انت تقولي لا ربيعتي وبنت خالتي ومش عارف هي ايش، ترى نشوف النتائج المبهرة، وايد ضعفت، ضعيفه وايد، وايد ضعفت. هذا الشيء احنا نشوفه اغلبهم طبعا سوء تغذيه. سوء تغذيه واغلبهم في السنه الاولى والثانيه، بعدين يبتدي الوزن يرجع الى شيء معقول. في بعضهم يرد وزنهم عالي، يعني انا ما يلتزمون، ما لان قله الالتزام، قله الرياضه، عمليات قص المعدة، حتى عملية تحويل المسار المريض يقدر يغش فيها. يعني شو يعني؟ هو ما يقدر يأكل أكل عادي عدل، ويقوم يأكل نوتيلا وشو اسمه وتشيبس، وايد في سعرات حرارية طبعا، وسهل يعني على طول يخلص، يعني ما يحس المريض بالامتلاء بسرعة، فبالتالي يغش بهاي الطريقة. بس هو طبعا يغش نفسه، ما يغشني أنا، هو يغش الطبيب الجراح اللي أجرى له العملية. صح. ففي نسبة ترجع 30% من اللي يسوي عمليات قص معدة في السنة الرابعة ترجع أوزانهم إلى معدلات عالية تحتاج تصحيح بطريقة أو بأخرى، ممكن مع الالتزام مع دايتشن، ممكن مع رياضة، ممكن بعضهم سيكولوجيا الموضوع يكون محتاج تعديل لعدة عوامل، وفي بعضهم يحتاجون إعادة عملية. ممتاز. خلينا نتكلم عن الخدمات اللي تقدمونها في مستشفى راشد بشكل عام في مجال جراحات السمنة والبدانة. شوفي، نحن بدينا في مستشفى راشد نعمل هاي العمليات في 2009. أصبحت روتينية أكثر مع تقريبا مع بداية 2012.
ومن ذاك اليوم نحن تقريبا في آخر 5 سنوات نجري 350 عملية سنويا. ممتاز. احنا طلعنا من كوننا مركز لإجراء عمليات السمنة بين قوسين العادية إلى مركز لإجراء العمليات التصحيحية. يعني التصحيحية بمعنى إذا لا قدر الله صار عند المريض complication، أي مضاعفات تحتاج تدخل جراحي، نحن نقدر نحل أغلب المضاعفات اللي تحتاج تدخل جراحي. اليوم ما إحنا ماش محتاجين إلى مدري خبير أجنبي وطبيب زائر في هذه المواضيع، خلاص نحن لله الحمد يعني نمتلك الخبرة الكافية أن نتعامل مع كل التعقيدات الجراحية للعملية. إذا مريض مسوي عملية وفشلت نحن نقدر نعمل عملية تصحيحية. لو مسوي عمليتين والعملية الثانية بعد فشلت، إذا كان بالفعل يحتاج إلى عملية ثالثة، فمستشفى راشد عنده القدرة الكافية أنه يتعامل مع هذا الشيء. الثاني الأوزان العالية، يعني اليوم ممكن يكون في جراح رائع وشاطر وإيده تلتف بحرير بس ممكن المخدر اللي عنده، أنا قصدي في مستشفيات أخرى، ممكن طبيب التخدير ما متعود على وزن 220 و108، أوزان عالية جدا، فينش في نص العملية. لا ما ينش في نص العملية. الإشكال أنه لو لا قدر الله صار شيء، هل قسم العناية المركزة في هالمستشفى يتحمل هذه الأوزان؟ هذه احنا لازم نعرف، ما نقدر ندخلها جهاز الأشعة المقطعية ما يتحمل أكثر من 160 كيلو، فهذا يحتاج جراح يعرف يشخص الحالة من دون أشعة مقطعية أو يتصرف من دون أشعة مقطعية، لأنه بالفعل الجراح يصير يتم كتوف الأيدي. نحن في مستشفى راشد نمتلك الخبرة الكافية أن نتعامل مع الأوزان العالية جدا. فهذه من ضمن الخدمات أيضا اللي نقدمها. ممتاز، يعطيكم الصحة والعافية دكتور علي خماس. وأنا متأكدة أن لو إحنا نبحر في موضوع الخدمات اللي تقدمونها وجراحات السمنة فراح يكون نحتاج حلقات وحلقات. أنا شاكرة لك وجودك معنا اليوم دكتور علي خماس، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى راشد، وجودك معنا اليوم شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا مثل ما تفضل الدكتور علي، طبعا جراحات السمنة مجالها واسع، لكن أنا دائما أقول لمرضانا اللي يجون العيادة أن لا تأخذ قرار القيام بعملية أي مع جراحات السمنة على اختلاف أنواعها من نفسك، تروح لأي دكتور تقول والله أنا أبقى وأسوي وخلاص سوي لي، دائما استشير الخبراء في الموضوع. ترى أي عملية مثل ما قال دكتور خماس ممكن تكون في مضاعفات، ممكن ما تستفيد منها، ودائما حط ببالنا إذا بتسوي أي عملية من عمليات السمنة لازم تغير معاه نمط الحياة. ما في شيء اسمه راح اسوي عملية وبعد هذا راح حياتي الطبيعية، ما راح تستفيد من العملية. مثل ما قال دكتور خماس بعد سنة سنتين بدأ الناس على 4 سنوات ترجع يرجعون الوزن اللي فقدوه شوي شوي، فهو تغيير نمط حياة بالكامل. احنا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم، ان شاء الله كنا خفاف معاكم على مدى ساعة على الهواء. هذه محادثتكم كانت دكتورة ندى الملا، اشكرك ايمن سرحي واشكر ميلا مري وجوده معي اليوم، واشكر ضيوفي، ان شاء الله استمتعتم معنا. الى ان نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة، اقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.